تقدر تقول لي ضمن مفصلات المن الشيخ في اخر ربعه المفصلات للجماعة، كل واحد حاط له كم مستشار وكم مدير عام وكم ما اعرف ايش. مو هو احنا دمرنا غير فنيخر. اخر تعليق سيادة النائب، لانه ودانا لفنيخر والله وطلايب فنيخر. اليوم انا والله ساقول لك خنيفر لو اقول لك داغر. اليوم انا ما اعرف التوارد بالخواطر. نعم. يعني قبل ما اتصل بك كنت قد قرأت مقالة لك رائعة جدا عن قضية خنيفر، ولما هذا الشيخ وراح يمكن أحسن القصة طويلة. لكن انا اعجبت بقضية الاستثناءات التي وردت في الموازنة 23 مرة. صحيح. هاي الاستثناءات كانت من أخطر الأبواب. تمام. التي مورس بها الفساد. صحيح. في الحكومة والدولة العراقية. تمام. الآن هاي الموازنة، وخلي يسمع دولة الرئيس وسيادة الرؤساء المحترمون، أنه وردت 23 مرة استثناء. بمعنى هاي الموازنة وسعت من الاستثناءات. صحيح. واحنا ما حد هجم بيوتنا غير استثناءات. صحيح. تقدر تطين الغاية وين؟ نعم، وردت كما قلت، وردت كلمة استثناء في هذه الموازنة 23 مرة، وهي أكثر مرة ترد فيها استثناءات بكل الموازنات. أوكي. قسم منها مبررة، لكني أنا أريد أشير إلى 4 استثناءات رئيسة تخرق القانون من الطول للعرض. خنيفر الشيخ قالهم للقرية اللي ثارت عليها، قالهم شو تريدون سووا، كتبوا لكم الدستور اللي تريدونه، السنية اللي تريدوها، وأنا أوقع محاضر، بس انطوني بس فقرة واحدة أضيفها على هاي السنية. قالوا ما يخالف نقبل. كتبوا أحسن قانون، آخر شيء كتب جاء قالهم زين هسه جت الفقرة مالتي لا يستثنى الشيخ فنيخر وعائلته من هذا القانون، خلص انتهى الموضوع. عيش حاطين قانون؟ انتوا يا حكومة عيش تحطون قانون؟ ليش المواطن البسيط اذا يريد يسوي معاملة يقولوا له انت خرقت القانون، ما يجوز، ها تخرق القانون، الدولة تخرق القانون بكيفها. انطيك 4 خروقات خطيرة، اسمع هذه اللي ما صايرة بالتاريخ. يحق للوزير أو رئيس الدائرة اللي ما مرتبطة بوزارة أن يمنح من هم بدرجة مدير عام حتى وإن لم يكونوا يرأسون تشكيل، يعني جايبين مدير عام، واحد ناطين درجة مدير عام، هو ما عنده مديرية عامة، خارج الملاك أو مستشار خارج الملاك، بعقد ينطوه استثناء من قانون التقاعد، حتى ولو خدم يوم واحد، استثناء من قانون ينطوه تقاعد. والمواطن اللي يخدم 13 سنة 14 سنة يقول أنت ما قبضت 15 سنة، هذا يخدم يوم واحد ياخذ تقاعد مدى الحياة. هذا المدير العام إذا يقدر ينطي 5 سنوات حسب نص الموازنة، إجازة لمدة 5 سنوات بالراتب الاسمي. وبعدين يحيل تقاعد. وين هو أساسا معينه خارج الملاك؟ شوف، أساسا هو خارق القانون بتعيينه خارج الملاك، ثم يجي يخرق القانون مرة ثانية بأن ينطي تقاعد، أو يخرق القانون بأن ينطي 5 سنوات إجازة براتب. وين هاي؟ شنو هالمال السائب؟ براتب الاسمي. راتب الاسم عمي لو ينطي 1000 دولار بس، هو مدير عام غير درجة مدير عام، قد الراتب الاسمي مع المدير عام ما أعرف. تقدر مضح الأربع نقاط زين، تقدر تقول لي ذن مفصلات المن الشيخ في آخر ربعة المفصلات للجماعة، كل واحد حاط له كم مستشار وكم مدير عام وكم ما أعرف إيش. مو هو إحنا دمرنا غير في آخر. آخر تعليق سيادة النائب، لأنه ودانا لفنيخر والله وطلايب فنيخر. علق لي أخي آخر شيء لأن حتى أختم. أستاذ مصطفى، يعني أولا أنا أقول للدكتور منقذ، كم شيخ فنيخر بالحكومة اليوم؟ حتى أنت اليوم جاي تريد تشيك على شيخ واحد، فوائم مشايخ مع الأسف.